ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء؟ يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جد هريسه دوت صاحب محاجر هنا، ولا والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، حسمسم ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا والا قتلتك. ده بنسيله فن هنا اكيد فجر الاسلام. فجر الاسلام بتسأله فجر الاسلام؟ ده بقى من النجم. عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه يا عم، انا بقولك انا عايز اتصور معاك، بقولك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك؟ ملك ايه يا عم؟ انت واخده مفروش. كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ إذن من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج؟ أنت اندمجت في الدور أوي كده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ في مندمج أوي ومحروق. أنا بسأله كلمتين، أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت. ايه ده؟ انت قتلته بجد ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا، الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين الـ فين الـ فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ فين الكاميرات؟ كاميرات فين؟ خسرت يا مخنث. ده بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج، وهيحصل معاك الصح كده يا عم الحاج. خلي بالك اللي حصل ده. انا بص، اوعى 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 يا اوعى يا اسطى الارض يا اقعد ارجع يا ابني. انت عجبالك كده وروح مطوعك وروح مع قطعك كده. ما هذا السلاح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنهض؟ يلا خلاص، لقد عفيت عينك. غفلت عني. لقد عفنت عينك عينك. أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى فين؟ خذ يا الله يخرب بيتك. الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين اللي ده بأنه هيعمل لي مشكلة بروبلم. ولا بدا انت هذا بدا بدا يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. السلام عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئا مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقول لك عايز 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 أروح، عايز أكلم بالعرب يعني؟ نعم. لقد سمعتك تهلفت بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟ أنا لا أفهم شيئا، سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. وعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه إلى مصر، وهي آخر قافلة هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثة أشهر؟ ليه؟ والجمل ده كم سيسي؟ سيسي؟ لا أفهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال. يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل دي حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم.
إلى جدي هريسة قبل ما يترس ويموت. عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحكتني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير. وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا اللي جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. ايه دي؟ نعم دي بتاعت انا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر ارجوك. ايه ينقصني فرد واحد لكي اتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يلا واحد مصر، يلا اعمل حاجة معايا. واحد مصر الجمل فاضي جوه. يلا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه. خش اركب اهو. خلاص يا عم، اي حاجة. ابو غلاس انت امك. هندو، إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمي، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكسائك، وإنه من المحتمل جدا، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عماه، لن أرضى أن أصبح أما. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزاد اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هندو، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هندو. لا، لا. السلام عليكم. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطة مية، انا حينك بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على إيش؟ إنها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر إيه؟ يعني بواريك وقصص وكده ولا إيه؟ يا عم أنت ما بتردش عليها ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكلي. من لم يعش متعززا بسنانه
سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت ولا يا عم انت بتعرفوا على ايه ده عمال عمال يا هفلت بقى كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبس ده افضل اشعر لحد ما طلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم بعد ان سمعتموني ايها الساده الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني بتستهزأ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللندي. مرة أخرى اللمبي اللمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. أيوه أشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقت لنا سمعونا سقفة للحبيب النبي بقى. أسامحك لا أغفر لك لا أنا مش نبي ولا إله كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح دموعك دي دموع تمساح ملحوظة لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص ده شفت بقى سيد الشاعر العظيم تعيان ولا ايه؟ من اين اتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم فبروح كاتب المشعره. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ اكيد طبعا. هل هناك شعر المسلزيك؟ عذرا اوعى تقول لي تقول لي نسيت اسمي هبص عثرتك لك وجهك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس انه ملبس حر اكتبه البسه عندما اكتب الشعر ولا ايه؟ اذا يا قوم يا قوم انني اعلن لكم ان الفائز بجائزه الشعر معذرة الاسم مرة أخرى فإن اللمبي ولو نسيته أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 هذا 1000 دينار ده أنا ده الدينار من الكويت ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن لا لا بخن بخن فعلا. بقول لك إيه أيوجد هنا مصرف صرافة؟ وما هي الصرافة؟ هو الشنش الشنش شنش العملات مكتب صرافة زي اللي في ميدان لبنان عارفه؟ نعم إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مأسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل أرأيت السجع؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العلين ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم استوب موشن شوية. أنت إيه؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيال؟ ولكنك هناك اذا لعبتني ها
انا همرمم بيك الارض دلوقتي. وطب جن يا عم الحاج. ها المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج؟ ايه ده؟ ده احمد مرعي ده؟ ولا احمد مرعي؟ لا اظنك تستطيع ان تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلحليك الصغندر ده. يا كاميرات فين يا ده؟ هتشوفني الوقت المخرج هتشوفني؟ خذ هذا. ها ماشي. قضيت على نفسك ايها المسكين. بقولوا لي الخيمه بتاعت المخرج فين؟ يلا اهو يلا. لهجتك غريبه ولكني صعقت لك. ليه ده ده ده؟ وعامل خدعه؟ شوف بص بقى، شفت بس العقد الميزه بيبقى انتاج مكلف، شركه فرنسويه هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو برافو والله يا كابتن. يلا بقى عشان نخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل. مع السلامه. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك ايه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس العقاد؟ فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. ايه؟ فين؟ انتوا ميتين ولا ايه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأحلام وتذهب الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بيعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا له الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ وده الفيلم. أصل أنا حضرت تصوير الفيلم في الـ في الـ في, الـ في الجبل مع ال. اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده، جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها ما رايك في هذا؟ هذا انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد راجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه من كان مانيكان. ده اسمه مانيكان. عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختار نفس الشخصيه، يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده. واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل. وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه بدور فاخره. على الكاميرا. برافو، بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها 10 دنانير فقط.
نعم عشان تدرنين لي ده موجود في اي حته باتنين ونص. انزل على السوق الموسكي او شارع الشوارب هتلاقيه مرمى على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر اسعارات كثيره. طيحك من هذا طلعت حرب؟ يا دي يخرب بيتك ده انت بتمثل جامد قوي بس انا هشتغل معاك برضو. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب برافو عليك والله برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي ماشي انني كوافق. ليس هذا فقط بل عليه عمامه ايضا هديه مني له حفظتك الآلهة. حفظتك محافظة الهدية ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله علي أيوة. من اين تلك الملابس؟ ها ما دي الشنسات اللي انا بقولك عليها ده من عند مول طلعت حرب. انه جيد جدا. وتلك القلادة من طلعت حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوضه. سعيد قطعوضه ده بقى خد من عنده بقى ايه احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعوا له؟ من قطع له؟ أريد أن ألبس. انتظر أنت اديني بهذا بالراحة يا عم عليك. ما هو عبدي عبدي ما تندمكش أبو كده ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وأنت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفة دي النجوم بتتغير خد بالك. إنه أسود وأنا أبيض يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا ما ممكن يجي واحد ده فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجومية. خليكم متواضعين مع الناس ومع كومبيرس بالذات هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده. بكل تاكيد تفضل وادي يا عم الدراني ده ايه معايا بس اقيس الاول مش يمكن تطلع نكس مارشال ولا حاجه ولا اميديان في الخلف ما اقترب يا سيد اقترب صناعه الشام. ايوه خدعني بقى دي كده ايوه انزل ايوه اطلع تاني بس وشك حلو قوي يا ابو المصحف انت داير والله ربنا هيكرمك والكلب ده هيبقى عندك بعد كده ده هيبقى البيس بتاعك او المصحف خد بالك انت بس اهتم بوشك وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو او المصحف ده ما تخافش كروز كده انا بقيت منهم بس يا رب نفسي القط الكاميرا فين المخرج بقى المخرج فين المخرج بقى عايز اقول بقى فين بقى بقيت في وسط ال حلو قوي الرحمة السيف المطار السيف المسنون والسيف المسموم ده الساحر يا رجال يا رجال مع السلامة عليكم انت صباحا يا فتى معلش انا عارف ان انت بتصور بس هقطع الوهلة اللي هي بتجيلك دي عايز اسعد فين مهروس مهروس اين مهروس تقصد هريس ابن ابي المهروس؟ ايوه اين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل وقال انه ذاهب لسوق الجواري. واين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ ايوه تقصد سوق الجواري؟ ايوه اين نقع بقى؟ تريدني ان ادلك هكذا بلا مقابل يا عم هظبطك يا عم ده بص مفيش اكتر من الدرينين احسن تقول ان احنا ده انا اللمبه ابو الجدعان يا عمنا بس انت وطردنا على المخرج هتبقى جدعان قوي مخرج ايوه خد امسك اهو واثنينك ده واثنين نصين درعم ايوه درعم اترى ذلك الجبل؟ نعم لا هناك اجل ان سوق الجواري ايوه خلف هذا الجبل تماما ايوه خلف هذا الجبل تماما نعم ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف ولن أدعك تمر من أمامي قبل أن تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك ده أنت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين أين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات؟ يا جدع بلاش تسيح بقى اللهم انهارش بقى. بماذا بكم ما هذا؟ إنه سيف مسموم. أيوه وما هذا؟ إنه سيف غير مسموم. وهذا طويل. هذه الطويلة حربة ايوه لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندكش كذلك؟ كذلك بتاعت التشفية كده او حتى قرن كده انا بعز القرن قوي. لكنتك غريبة يا فتى بكم هذه السنجة؟
إنه سيف. أيوة بكم هذا السيف؟ من أجل لكنتك الغريبة. أيوة بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما بكل حتة بيبقى بسبعة درانير. انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي انت عايزه بقى، كذلك وسفوريا من اللي هي الصغيرة دي، عارفها السفوريا؟ وحاجات الغاز كده بيدوها كده، لازم انت تهود عشان قدر تكون رجل زبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللات والعزة يا خزاعة، لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ. أمين هو لك. ماشي يا عم الحاج، ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد ولم تعطيني دينار. أنا اللمبي صيحن، أنا اللمبي صيحن. ده كده اتنين خمسة كده يبقى سبعة تنانير. السلام عليكم. امتى مساء يا ايها اللمبي؟ ابن الجنيه ده، انت بص هيساعدك في الدور الجاي، هتبقى هيدوك دور جامد قوي من مصر، بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجه، السيوف، السيف البطار. السيف البطار. فين الكاميرات يلا؟ الكاميرات فين؟ امسك الحته دي ولا انا اخد انا الزاويه؟ اهلا، احنا نهارنا فل باين. بقولك قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسال عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه كليبه دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. ايه ده انت؟ ايه ده انت؟ بص ده انت عايشه الشخصيه، مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عاملين يضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوه؟ تعال. أيوة. هيا بنا ساروي لك حكايه في الداخل. في الداخل. تعال تعال. انت ليه حافظه الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. تفرق بس الحكايات هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحه بقى انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده، مهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رايك هذه خيمتي؟ ايوه يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي ام كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلو لي. هو ده زمن. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فن. لا تقلق، بمبلغ زهيد. زاد فن. إنها للرجال الأقوياء، الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش قريش، فهي ليه مكررة في السيناريو كتير يعني؟ يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لو مني قريش؟ المفتاح؟ يبقى المفتاح والباب اللي يبقى ده بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يا
يعني دلوقتي احنا قاعدين كده ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. والنبي كريش يا نهار اسود يا نهار اسود. وليل كموج البحر ارخى سدوله. يا عم عرض لنا بقى في حته بقى هتقعد ارخى بالورولو. وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريشي برضك؟ اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه ايوه واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل، الا انجلي حلاوتك. هو ده بقى بصبح وما الاصباح الا بامثلي. بخن بخن شعر جميل. بخن بخن جميل. هنا ودول اللي هناك دول كمان دول انهم يقامرون. ساتي لك بالنبيذ المعتق. هنا يا شيء هنا لا شيء خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياته ولدك، يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا من قبيله قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك، طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل حماري اللي هو بالخارج وعملت تتصيد وتقولي سيدة قريش؟ انا سيدة قريش. في الاخر عندك حتة حمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده اعلمها لكم. تفضل. ايوه امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي ها اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. خلاص. والناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. يبقى دي ايه؟ مولك. ها مولك. دي ايه؟ مولك. ودي كتابة. كتابة. حلوة. وانا هبقى حاطين فوق واغنيها وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ اهو. هوبا. انت تقول ايه؟ مولك. اذا انا كتابة. انت تكسب وانت تخسر عشان انت قلت ملك وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب. انا ايضا عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان. نلعب على رهان بقى. خلاص. وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص. موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. خلاص ماشي. جدع عم انت هتختار ايه؟ مولك. خلاص. وانا هختار الكتابه. خلاص مولك وكتابه. وهو حط الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامره، وانا اروح حاطط الفلوس كلها. هو يكسب او انا اكسب. ماشي. هو قال مولك. ماشي. اهو ده الثعبان الطائر ده. انت كنت ميزه ملك. يا وحي انها كتابه. لقد كسبت الحمار. هيا اركب علي الحمار. ماذا تفعل يا رجل؟ انه ليس حماري بالخارج. يا راجل يا ده مش الحمار وقاعد معانا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم مش واخد بالي. اعطيني سيفي. هذا السيف. ايوه الحمار. هيا ايوه اتبعني. انا هو هذا هو حماري. ايوه فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟
تفضل تصحبك السلام. تصحبك اللعنة. هيا 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 يا الحمار الكافر. من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار كده قلنا يمين يمين تاني. يلا لقد وصلنا الى ملمى البصل. ها هذا يلا ها شمال بقى شمال بقى شمال من هنا كده شمال من هنا. انت حمار خش يا شمال كده على طول. يلا ايوه السلام عليكم ياكم. مع السلام عليكم. ايه السلام عليكم. اليكم طرة مزاد اليوم جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة. من سيفتح المزاد؟ 100 دينار. 100 دينار. 120 دينار. 120 دينار. 135 دينار. 135 دينار. 15 دينار. 15 دينار. أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار. أنت بتتكلم على ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة إذن 500 دينار. 500 دينار. حقا يا سيدي 500 دينار. و15. أيوة دي ست بان عليها بان عليها بنتنات و ومياهات فيه بان عليها بنت ناس ومش رشة ولا أي حاجة. إنها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للآلهة أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. أصدق أنك راجل واطي قوي لحد أنت دي بنت أخوك دي؟ أجل بنت أخي. أجل ومش مكسوف؟ من أي عائلة واطية حاضر أنت؟ إنني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده أنت عرفنا في وسط الكفار. هل سيزيد أحدكم على 500 دينار؟ أنا وأنا إذن حلال لك. لا خلاص خلاص ما تعيطيش بقى خلاص. أنا مش أنا بصي أنا هشتريكي وهسيبك تفرحي خلاص ماشي. أنت اسمك إيه؟ هند. اسمك إيه؟ هند. طب بصي يا هنودة أنا روحي ذهبي فأنت فرحانة فأنت إيه؟ عطلانة فأنت إيه؟ حرة. أنت حرة. شكرا لك لقد أنقذت حياتي. أمال إيه؟ أنا مدينة لك بحياتي يا سيد. يا لمبي. يا سيد لمبي. أيوه. من أي قبيلة أنت يا سيد لمبي؟ أيوة. لأحرر لك الصخ. صخ؟ إيه صخ ده؟ الصخ. هذا الرجل من بني الحارث، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وأنت من بني سويف. أتقصد أنك لست من أي عشيرة؟ إذا أنت لست من السادة. يا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. أوعى يا عم الحاج أوعى أوعى. ده أنا أخذ لكم هبل بتاعكم ده. ده أنا اللمبي ملوش كذا خيار يا عم الحاج. طب لا إله إلا الله. الله أكبر يا كفار عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. إيه الحال؟ صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وبيعوهما العبيد. عبيد ايه يا عبيد؟ لا اوعى اوعى ده انا اللبي. انا من مصر ومن الدنيا يا عم الحاج. يعني السيده زينب ولا انا؟ كفار على نفسكم يابا. انا من السيده زينب يا عم الحاج. لا 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 لا. صاهن ايها العبد. يا عم صاهن ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزلكم هو بتاعكم ده. اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل.
ويحك ويحك أيها العبد الذي يدعو إلى الدين الجديد. إيه ده أبو لهب ده ولا إيه؟ أبو لهب؟ أيوة أبو لهب. أوعى يا عم، عرفتك يا عم الكفار، ويجب عليك أن تذم نفسك قبل أن أعمل معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا أقول، بلا ماذا بقول. الله، إيه يا عم الحاج أنت إيه؟ هو سكت له دخل بحمار ولا إيه؟ مفيش بني آدم بيحبك ومكروه على وجه البسيطة كلها. أيوة، مالكش أرضية عند البني آدمين، لا في الشيك ولا في الشعبي. لهجتك غريبة جدا. إذا سأشتري العبد والجارية وهذا الرجل أيضا ب1500 دينار. إنني لا أعرفه، ولقد كنت أبيع ابنة أخي. لا جدي، أنا أعرفه يا عم. أنت أبو لهب؟ أنا عارفه. إيه يا عمو؟ ده إحنا قرايب يا عم. ده هريسة، ده مضيع النسوان بتاعت العيلة كلها. حلال عليك، سأحر لك الصك في الحال. خذ هذا. ايوه، وش معنى هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسأله عن اصله وفصله من فين. صاحب يا عبد السوق، لا تتطاول على اسيادك، انه سيد قبيلة بني زرزور. قلت لك ايه يعني؟ جاي مختارنا لك يعني ولا ايه؟ صاحب يا عبد السوق. يا عم بلا صاحب، بلا ايه بقى؟ كبلوهم. ايه تبلوهم دي؟ يعني ايه تبلوهم؟ انا ما تبلش انا عشان اتشوي يا عم الحاج. اوعى اوعى يا عم انت. لا يا عم الحاج، مش اللمب اللي يتحط على الجيرين. ايه اوعى يا عم الحاج، اللمب ما يتشويش ابدا. ايه دي الحاج؟ ابويا وده ايه ده؟ حتى لا ياخذونك ويعذبونك. هو ده سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك. انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه، ده هيبنوا على الراجل ده بيت ولا ايه؟ الحجر ده صحن ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ يا ساعة كم دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ إني ماذا تقول؟ عايز أجيب سجاير. أنا أجيب سجاير منين دلوقتي أنا؟ أصبط يا العبد، إنك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مولايش. إن الليمبي شاعر مخضرم خبير بالقوافي، يتلاعب بالكلمات، يتنقل بين مفرداتها ومرادفاتها كما يتنقل العصفور بين الأغصان. يعرف من بحور الشعر ما لم نسمع به من قبل، ولقد سحرنا بالأمس بقصيدته الرائعة دموع التمساح. بخن بخن. لقد سمعت أنه يصول ويجول بحصانه كالفراشة ويضرب بسيفه كالنحلة. نعم، وقد سمعت يصرخ فيهم قائلا أنا من الألعى. ألعى؟ ما هي الألعى؟ لا أدري. سمعت أن الليمبي من قبيلة مهابة شديدة الركن. إذن سيأتون لإنقاذه. أخشى نادي روحه. فلترحمنا الآلهة. بالراحة عليها يا عم، بالراحة يا عم الكلب. الله صعبان عليا أنت قوي قوي والله. بعدلك كده يا عم. أنت بتضحك كمان؟ أبكي. ده أنت هتخش النار راكب ريس، وهيقطعوا فيك تذاكر ويتفرجوا عليك. ما هي التذاكر؟ يا عم اقعد بقى التذاكر، اقعد فايق الكون. خسرتك يا لمبي، أنت خدت أسير. أنت خدت أسير يا لمبي. خدوك أسير يا لمبي. يا عم انتوا ربطنا كده ليه؟ انتوا هتضحوا بينا ولا حاجه؟ ربطنا كده ليه؟ انا عايز افهم. اصمت ايها العبد الحقير. طوال الطريق هو انت تثرثر في لغو فارغ. انا اللي مثرثر برضه؟ ده انتوا العشيره كلها مثرثره. اصل دي يا زميل مش اخلاق كفار. يعني ينفع تربطنا كده؟ يعني خدت مننا الحمار وما اتكلمناش، ورحت واخد مننا السنجة وبرضك ما كلمناش، وخدت مني الدرانير والدرار بيعمل 24 جنيه دلوقتي في مصر الكبرى، نعمل ايه احنا بقى؟ اصمت ايها الابله،
أنت الآن عبد عبيده، من حقه أن يجلدك ويحرقك ويقتلك. نعم يقتل مين ويسنك مين ويحرق مين؟ هو إيه؟ ودي هيصة ولا إيه؟ طب بس كده هو بس يفكني قتما عظما، أروح ظرف دماغ في نص تفاحة آدم، أنزل من ودنه دي تفاح وناحية تانية فيكها. أنت أيها العبد فك خيودهم. أنا مش قصدي، أنا كنت بكلم عليه هو على فكرة، يعني إنما أنت حب السمر منين؟ ها؟ أنا حب السمر منين؟ تعرف سعيد سمكة؟ عارفه؟ ولا إبراهيم من المجنة؟ تعرفهم مش عارفهم أنت؟ شفتك قاعد معاهم أنا. البرابريتس ده مش غريب عليا. يا هذا الحبشة، أنت شكلك من الحبشة. جيش الملك نعنان. أما الآن فلتذهب الجارية إلى الحريم. أمرك يا مولاي. يا أمك قلت لي طب كده يا عم هريسة. صاحبتك السلامة. صاحبتك السلامة؟ أنت بتودع كلب عندك؟ أيوة صاحبتك السلامة. وبصدق كده ليه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عينه في حتة تانية. ده نو قميص النوم يا سيدتي، يا سيدي. قميص النوم؟ أيوة. أما أنتم فلتذهبوا لخدمة الآلهة. هذا شرف لنا. إيه شرف لنا؟ ما هنعمل إيه في خدمة الآلهة؟ هنشطفهم يعني؟ هتشطف الإله؟ ماذا يعني أشطفه؟ نعم؟ ماذا يعني أشطفه؟ ماذا؟ أنت بتعملها كل يوم، هو بعد البيبي على طول. صمتاً خذوهم. يلا أيوة بالراحة يا عم بالراحة. أيوة أما لو مش شبه الكلب هتعمل إيه؟ أنت أيها العبد الحقير تعال. إذن فلتذهب أنت الآن. انظروا يا رجال إلى هذا السيف، إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي يصارع به الأسود. كانوا أسدين بل ثلاثة أسود، وإذ فجأة ظهر الفارس الليمبي وصرخ فيهم صرخة مدوية، فإذا بالأسود الأربعة تتحول إلى فئران. لقد سمعت أنه يأكل خروفين على العشاء. إذن لو استمر على هذا الوضع فسوف يقضي على القطيع الموجود بمكة، وستحدث مجاعة، ولن يجد صانع هذا السيوف ما يأكله فسوف يأكلنا. هيا رجال، من يريد أن يشتري هذا السيف؟ إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي قضى به وبضربة واحدة على خمسة أسود. إن الليمبي ساحر بالتأكيد، وقد قام بتعليمنا بعضا من ألعاب السحرية. أجل، وقد أعطيتني حماري هدية لنتجنب شر سحري. انما انت ما قلتليش يا عموه ما قلتليش انت ليه بتشتغل عند الناس اللي هم الكفار الوثنجيه دول؟ ما لقيتش ناس كده حلوين كده طيبين موحدين بالله كده تشتغل عندهم؟ يا لمبي يا ولدي، ايوه نحن العبيد لا نملك حريه الاختيار فيما نريد، وكما يقولون اربط الجمل اينما يريد صاحبه. الجمل يعني لحد ما وصلت لنا احنا بقت حمار، يعني انت ما بتعبدش ابو منا ده؟ هكذا وجدت ابائي واجدادي واجداد اجدادي. ايه يا عم في ايه؟ انت تفكرني عمال لماذا يا عم تفكر ان انا اصيع عليك؟ لماذا؟ انا لا افهم ما تقول. ايوه ما هذا هو الدليل ان انت مش فاهم وانا مش فاهم. ورث العيلة بتاع عيلة أبو هريسة الموروث كلها إنهم ما بيفهموش بعض، لا أنت فاهم بقي ولا أنا لن أفهم بقك، وده دليل الغباوة اللي هو ورث العيلة في غباوة. بص
انظر انظر لتلك الذبابة الذبيبة انظر انظر كل تلك الذبيبة الذبابة الحمراء الذبابة الحمراء تلك الذبابة الموجودة على كتف كل رجال بني مهروس. أيوة وأنا كمان. ولكن من أي فرع من أفرع العائلة أنت؟ أنا حفيد جد 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 جدك. سأصدقك القول. أيوة. لقد أخبرني أحد قارئ الطالع. أيوة. بأنني سألتقي بشخص من العائلة. ولكن في زمن غير ذي زمن. في زمن غير ذي زمن إزاي يعني؟ فين الكنز؟ الكنز. ايوه الكنز. يا ايوه ارجع كده بالذاكره كده ارجع بالذاكره لمدارس قريش في الكفار زمان ارجع وافتكر. بالطبع. أيوة. بالطبع الكنز موجود. أيوة. ولكن ابي قد اخبرني الا اخبر به احدا حتى ادخل في النزع الاخير. طب والنزع الاخير ده هيجي امتى؟ الإله وحده يعلم. يا عم ده قاعد بيحشش انت بتقول ايه ده 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 انت بتعبد صخره ما تعبد اي حاجه تليفون مقطم غير دي ماذا ماذا فين الكنز؟ في الحقيقه انا لا استطيع ان اخالف وصيه ابي انتظرني حتى احتضر. يعني انت احتضر يعني يعني انا عايز اعرف انت يعني ايه تحضر عشان انا اعرف منك مكان الكنز ادبي ايدك اجيب زورك من جوه ولا غزك يا عم الكنز الكنز فين؟ ابص ايدك عذبت. مولاتي تريدك. ايه؟ مولاتي تريدك. مولاتك مين؟ مولاتي كليبة. كليبة؟ كليبة. تا تا دي من الأردن دي ولا ايه؟ تا من الأردنية. بقول لك ايه؟ أنت افتكر فين الكنز؟ لحد أنا ما أروح لكليبة أشوف عايزة مني ايه؟ ها؟ وجه ايدك. بقولك ايه وليه هنا بقى قعدت الهوا دول هم دول كده دول ليه منتشرين كده في قلب المنطقه بتاع كوريتش؟ نحن الكفار يا لمبي. ايوه اول من صدرناها. الراجل ده بيغيب فجاه كده عن الوعي. يا بنت بتاعت الكلاب عايز افهم دلوقتي انت جايباني ليه تاني هنا عند عيش البلبل؟ مولاتي تريدك. مولاتي كليبه. انت كل اللي طالع عليك طول السكه مولاتي تريدك. تعا معايا يا لمبي تعا. بطاطن انت. تعا معايا. بطاطن. عمت مسافه ايها الكفار. يا نهار اسود يا نهار اسود. قناه التت باديه من هنا. فين محافظ قريش عشان يشفر الخيمه دي؟ يا نهار كفر. لبي كليبه. اريدك اريدك. تريديني فين؟ تعالى. تريديني فين؟ تعالى لبي. الراجل اللي بعنا الحمار قاعد هناك اهو. هو ده. انت واخدني خيمه كبير الكي انا ولا هيا بينا هيا بينا تعالى. ايوه قاعده حلوه حلوه القعده دي في لوحدينا. اهدى الله يسترك. يقولون انك اصبحت عبدا لزيدون. عبدا؟ مين اللي عبدا؟ اللي انت عمره ما يكون عبدا وما حدش يقدر يخليه عد عنده ابدا. انا قاعد عشان خاطر البيت اللي هناك وريسه قريبي. ايه ايه ايه؟ لا تقلق لا تقلق. ايوه اشتريك وتصبح
عبدك؟ لأننا نخلص من زيتونة أجل الكلبة؟ لا، اللمب عمره ما كان حد يقدر يشتريه. اللمب ده واد حر كده، منطلق. تبص تلاقيه كل في كل مكان طاير كده ومتنطط. اوعي اتنين في واحد. انا اواه صحة 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 لمبي لمبي. أيوة. او تدري لما ارسلت في طلبك؟ او تعلم مدى شوقي اليك؟ او تدرك كم عانيت في انتظارك؟ صهن 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 صهن. انا هارش، ماذا تريدين ان تفعلي معي؟ تريدين ان تعملي معي علاقه غرنيه غير شعريه، اليس كذلك؟ هو هذا ولا ايه؟ لمبي، انت شخص جذاب. انا كذاب؟ انا كذبت عليك بحاجه؟ انا وعدتك باي شيء في الحقيقه وكذبت عليك بحاجه؟ انت هتلبسني اي تهمه ولا ايه؟ لا، أنت أسد غضنفر ليس، شخصية جذابة. أيوة نعرفه، وأنت أيضا شخصية جذامة. لمبي، إيه؟ أحبك حب العبادة. هو أي حد يعدي عليكم كده في روح تعبده؟ يعني بالراحة شوية. إذا أنت لا تبادلني الحب بالحب. نسيت مسألة أبدلك الحب بالحب، لأن مش لازم يكون في رنة من بعض في النص في سيكو سيكو عشان خاطر تبقى العلاقة تبقى حلوة. لا أحد يسر أن يرفض كليبة. اهدي بس وحيد الله يا نهار أزرق. اهدي ده أنت جميلة الجميلات في قريش. أنا ده أنت قمر، ده أنت إبليس نفسه يجي تحت رجلك ويقول لك أبوس إيدك جوزي. لا بلاش دي، بلاش دي. ها؟ إبليس ما يقدرش يتكلم في حاجة. فلنشرب نخبا. أقترح نخب الصداقة الدائمة. أيوة، بس أقولك على حاجة، أبغى تكون دي خمرك. إنه نبيذ. أيوة نبيذ يا لذيذ اللذيذ. كيف تاخذ الإنجليز؟ شعر جديد، شعر غريب. يقولون إنك شاعر شاعر ماهر. هيا قل قصيدة في محاسني. أقول قصيدة في إيه؟ قصيدة في محاسني وجمالي. أيوة وأنثتي. أيوة أقول أو تفنازة ولا مازة ولا مازة. حبك عامل زي الإزازة والردعة في البزازة. انتهت القصيدة؟ والبزازة معايا. قصيدة رائعة، قصيدة جميلة، لم أسمع حتى جميل بثينة أو زهير بن أبي سلمة. ده من بقايا العيال دي، التلاتة دول، أبو سلمة بتاع الكبدة. يقولون شعرا. أيوه. فلننتهي من الكلام ولنبدأ بما أريد. لا بص استني برضه. شفت كنت حننسى أهم حاجة ثاني، ودي اللي تيجي كبس كده مرة واحدة. إبليس قبل ما يحضر لازم نجهز له الفرش بتاعه. إزازتين بيرة مشبرين كده مفلتين جايبهم من الدقي. آخد إزازتين البريدو عشان دول محطوطين عندي بره في قلب العربية صف تاني. والعربية الإزاز بتاعها مفتوح، ها، وراكن صف تاني، والعربية الإزاز نازل بتاعها والسنتر كولوت مش موجود. وبعدين نخاف العربية تاخد بعد في حافل الكولوت بتاع العربية، واجيب البيرة واجيلك بسرعة. ها جايلك حالا نوعت. ها جايلك ده. انا بصي هرنيك كده عم هتشوفي. ما هذا الكلام الغريب؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ اقول لك انت عندك بفرة اوتومان ولا رزلة؟ ها البفرة عشان خاطر الرولي. لو مفيش ما في جلد ماعز، طب نلف فيه جلد ماعز او اي حاجة. ما هذا الرجل الغريب؟ لكن عندما تريد كليبة رجلا تناله. لا تتلكأ يا لمبي. حاضر يا اسطى. بتريل كمان. كم انت جميلة ايتها الجارية، يا لروعتك. هل يسمح لي سيدي بالانصراف لأتدبر بعض شؤوني ام يريد شيئا اخر؟
شيئا آخر، لا أريد أشياء أخرى. يا ابن معفنة، أنت جاريتي ومن حقي أن تفعلي ما أطلبه منك. وماذا تريد مني؟ أريدك أن ترقصي لي. وإذا قلت لك أنني لا أجيد الرقص؟ سأقول لك إنني أجيد تعليم الرقص. لمبي لمبي أغثني يا لمبي لمبي. كيف تجرؤ على فعل؟ يا عم عبد، أغثني يا لمبي. يا بنت من أخذ الغوص يا لمبي. أدرك يا بنت من أخذ أسمد حتى هنا يا بعد لمبي. أغثني يا لمبي. ما هو يا بنت ما هو معاف، مش أنا قلت لك وعاف؟ مش أنا قلت لك وعاف؟ ويا حق الله، عملنا كده الواد البنت ده، الواد ده البنت. لقد حاول تقبيلي. نعم حاول تقبيلي. يا بنت ما تقولي عمل، انت مش معتنى عشان عمل تقبيلي. وده كده بقى كابتن زيتون. ولكنني قاومته وبشده. برافو عليك يا بنت رجوله. ليه كده؟ انت مالكش اخوات بنات كفار؟ انا لا افهمك. انها جاريتي ومن حقي ان اتمتع بها واقبل. ايه قبلك قد يعني ايه قبلك؟ قلت لك تاني؟ هي مرة واحدة يا لمبي. مرة واحدة يا كذاب، انت هتقول بص بتقول اتنين زي تاني. وبعدين بقى انا هقول لك على حاجة، ما الراجل ده برضك عنده حق، انت عندك حق. لماذا هذا؟ لانك انت من حقك ان انت تبوسنا معا الاتنين، لان احنا عبيد عندك، فيجب ان احنا نبوسك ويبوسنا. ايوه ماذا تقول يا لمبي؟ ايوه يبوسنا، ولازم تبدا بالبوس من عندي انا، هذا البوك. لا افهمك. من انا حقك على انا حبوسك انا، على حقك. وشايف ايه؟ يا عم؟ وشايف ارواح ولا ايه؟ انا فعلت يا لمبي انه زيتون. زيتون على نفسه يا هيصه ولا ايه؟ سيقتلوننا. يا بنت اهتمني يا بنت، واحده لازم تقف حمايتي. يعتبر اللمبي اللمبي بتاع السعادة والحركات ده انا اللي كده يا بنت. سيمزقوننا يا لمبي. يا بنت انت هتخطبني ليه؟ ومصيبتها يا بنت. انت يا بنت ما بالريحه. طيب وانا سيقتلوك يا لمبي. يا الله العظيم يا قطار، سيعذبوك يا لمبي. والله العظيم يا قطار يا رب. ومصيبتها. أوقفوا الغناء والرقص. أظن أنكم جميعا يا سادة قريش قد أسرتم من وراء قوافل التجارة، وأظن أنه قد بلغكم أن هناك لص قاطع طريق يدعى الأشرم البطار، ينهب القوافل ويقتل الرجال ويسبي النساء والأطفال، وهذا يضر بمصالحنا جميعا. أنا على استعداد أن أدفع نصف ما أملك، لا بل ربع ما أملك، كي نتخلص من هذا الأشرم. وأنا من الآن سوف أنظم الشعر في ذلك الأشرم وسأهجوه حتى يرجع عما هو فيه. الأشرم لن يرجع عما هو فيه ولو هجوته 100 عام. أجل، إنه قاتل عربيد. واللات والعزة، ليس لنا سبيل إلا الدعاء والكرابين. ما تقوله يصلح للجوار والعبيد. ليتني كنت رجلا حتى أذهب إليه بنفسي. إنه بشع ليس في قلبه رحمة. وما الحل يا ترى؟ لا يوجد حل إلا أن نقتله. إنه يحتمي برجاله. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل رجاله. كلا البتة، إنهم مجرمون ولا قلوب لديهم، وليس لنا أن نخاطر بأرواحنا وأرواح أبنائنا من أجل معركة خاسرة. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل أنفسنا ونستريح. ولما لا نبحث عن طريق آخر للقوافل؟ جواسيسه سينقلون إليه خط السير الجديد وسيعود لنا بالقوافل. إذن لا يوجد حل. نعم لا يوجد حل. تباً لا يوجد حل. أنا لدي الحل. إذن يوجد حل. تكلمي يا كليبة، ماذا لديك؟
نرسل له عبدا من العبيد الأقوياء المشهود لهم من الجميع، فإذا قتل الأشرم كفانا شره، وإذا مات فهو عبد لا قيمة له ولن نخسر شيئا. ونعم الرأي يا مولاتي. وهل يجيد العبيد القتال؟ في الآونة الأخيرة ذاع صيت ذلك العبد لدى بني زرزور. ما اسمه؟ أتقصدين الليمبي؟ الليمبي، يقولون إنه مقاتل ماهر. لقد سمعت عنه الكثير، وأوافق على رأيك يا كليبة. الحل هو الليمبي. الرأي رأيك يا كليبة. إذن لا يوجد حل إلا الليمبي. يا رجال، فلنشرب نغب هذا الحل السديد. انت هنودة، اعطيني كوبلة. لمبي، نحن في ورطة. بنتي ورطة ايه وربطة ايه؟ احنا اعطيني كوبلة. ده يا فريد ولا ايه؟ سيد زيتون. يا هريسة، خادمك المطيع. خدام عنده. اعطيني الصوت. ملقوع في الزيت والفلفل الحار. جثوث، شفت جثوث. سأظل أدري. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ أنا كده عبدالرب تحسوبا يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لا لمبي، أخذني يا لمبي. أخذني لمبي يا سيدي، ما أنا لازق جنبك أهو في الشجرة. بعدين بقى يا جماعة، حد كلم لنا مأمور اسمه كوريش ولا حاجة؟ أتريد الماء يا لمبي؟ أبو الواجب. وانا ابو امك. اسال هذه الفتاه. يلا سهم يا لمبي. ايوه انا. اسال. يا عمي انت عملت سفر بالنخله وسايبنا احنا ليه طيب كده؟ الله، اغثني يا لمبي. اغثك انت اللي كنت ممكن تغثينا. ايه يعني ما كان هيطلب كوبلة. قبلة وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يا يعني في اللي هو عايزه. ما قلت لك مش عارف اعمل حاجة، انت هتقعد تندهيني من بطنك؟ انا لم اقل شيئا. الاصوات قادمة من بعيد. الاصوات قادمة من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ اغسنا يا لمبي، اغسنا يا لمبي، اغسنا يا لمبي. يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حمايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبه ولن ينقذنا منها الا الليمبي. اجل، ولن ينقذنا الا هذا الشاعر العظيم. ايوه انا شاعر، انا هو بنشعر نشعر في قصايد بينا يعني محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حمايه بعوضه. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسن أنت شوية بقى يا حاج زيتون. وحتى لو حل لي وثاقي، أنا ما روحش أغرب نفسي أنا وأروح أتخانق في منطقة غير منطقتي. أروح أتضرب بين الجبلين ليه؟ ما انا واقف هنا اهو بتذل باحترامي. انت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ اجل، فانت خير الرجال. اجل يا بت، اني اشعر بالغير عليك يا لمبي. انهم النساء ميصات. اعطوني قبلة لمبي. لا يوجد امامك خيار اخر يا زيدون، اما ان تحل وثاقه او سنقاطع تجاراتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل، حل وثاقة. لقد حطك في منزك. إذن قضي الأمر. حل وثاقة. هذا يا جسوس، يا جسوس، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. لو كنت اعترضت
لكانوا ربطوني في النخلة التالية. لكني رجل ضعيف وفقير أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. أنا إيه بنت هو أنت عم تعدي هي هتعود تروضيها كل شوية. أما أنا جنبك أهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. ونروح أشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي المية ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع للسني عشان اشرب انا والبنت وهو ما سألش فيا وخد المية وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب ان تذهب له حيث ينصب في خيخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده وانا يعني يهمني ينفخ في خده. بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن شروط. سحقا سحقا اصبح للعبد شروط. الشرط الاول اشرب ميه. اسقي يا سيد زيدون. اه ده كذكاله لك العفريت اسقي. هذا العفريت الساحر. هات الماء. لبي اغثني. بس 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 ايه ده جملة النيلة اللي حفظها. هل من طلبات اخرى؟ اشل انا عايز أريد أن يعطيكنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شدي والأول كنت تمشي بجانب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة أوعى تكذب ها؟ حقيقة؟ خلاص وأريد أن أعطيك هريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط. مزرعة للبط في أغوار الصحراء جوا. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة. وأنت ليه لما بتشوف خلطة اللي جابه أمي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل فأنت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟ ها ايه السحرة دي كلها؟ ها الواحد لو خد له هنا بتاع قراتين تلاتة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملالين. اه والله واحتمال تتعمل كيمباوند تعمل فيها كيمباوند. ما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال يا للدار يا قطاع يا قطاع شمالك ايها الاشوح شمالك ايها الاشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب الى هذا المكان الموحش؟ يا حج ارجوك هتوصل اليك. انا جاي في على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وارض. فقول لي بقى بالراحه كده عشان خاطر انت كمان نفس داخل وعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لا. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبه. تحلى بالصبر يا ولدي فمن واجبي ان احذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير. بس انت كلي. انا عندما كنت في مثل عمرك كنت احد اكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لا بصراحه باين عليك ان الخربشه والحركات اوعى. لقد تبت عن الاعمال الاجراميه منذ 10 سنوات. لا بجد. طب انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وقد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم احياء لانهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركه يا حاج كلك بركه. مش عارف اقول لك ايه. ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوته صغيره اتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي ابوس ايدك انا اروح كيف هناك عند الجبلين كيف فاينا؟ انك تهذي يا رجل وتثرثر. يا عم انا اللي مثرثر
ده انتوا اللي مصرصرين، ده انتوا مخلصين على الصراصير اللي في الجبل كلها. قول لي ابوس ايدك اذا كنت انت موجود وكائن حي قدامي، واذا كان في بني ادم يعني، كيف اذهب هنيك عند الجبلين؟ انني اعلم جيدا انك لن تلاقي هناك غير اعتى المجرمين، ولذلك يجب علي ان احذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قل لي انا اذهب هنيك، اذهب هنيك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر ايوه سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين، أيوة. ثم تنحرف يمينا ايوه ثم يسارا ايوه ثم يمينا ايوه ثم يسارا ايوه ثم الى اعلى ثم الى اسفل ثم يمينا ثم يسارا ثم الى اعلى ثم الى اسفل، وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت ابويا بس، ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة يلا جدا، لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عماه عماه عماه، مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبي؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة، وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا للانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. خفضتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة. وألمباه وألمباه، قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. نحمل ايه؟ الراجل ده، الراجل ده قاعد في اول الخيمه ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ المطوه فين؟ المطوه؟ تخيل تخيل امي فين المطوه ايه؟ ياه لمبي، بالرجال في قبيلة مستنياك، عشان عليك يا رب. يا خيمة ما جابتش راجل، وتخيب يا في الراجل نفسه، بالكشك اللي قاعد ده. تعال يا عم الحاج، طلع اصر الرجل. اوعى يا عم الحاج. أنت يا رجل؟ ومن أي قبيلة أتيت؟ أنت من يا؟ أنت من كفار الرحاب ولا مدلش عينة؟ إيه حياة؟
كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان أفرجك إن الأشرم في الأشرم منه، وأنا جاي النهاردة بوكس، أنا هشرم أمك النهاردة. لن تنجو بفعلتك هذه أبداً. يا بطل صياع يا بقى يا بطل صياع، تعملني فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي؟ جالك اللمبي، اللمبي اللي لا ينزل له جار ولا تطفي له نار، وأمك في العش ولا طار يا. أنت مجنون؟ أنا لا أفهم ما تقول. أقول لك أنني أبلطج عليك الآن، وأنت الآن عبد لي، ومن حقي أنني أقبلك من بوعك. لا لا لا، أنا لست امرأة، وهذا كل ما أملك. أيوه. أرجوك صدقني. أيوه. سعياد سعياد عليا ياد سعياد. بص أنا هاخد بعضي ها وأجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول أنت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها ويأكل هو وأولاده هم يا جمل، هتفهم؟ لا لا لا، إلا كفار قريش، إلا كفار قريش، إنهم أشرار. ما أنت كمان أشر من الشريرين يا. لا لا، أنا لست شريرا، ما هي إلا سمعة، أنا رجل صالح، صالح. حسد الزبيبة الأحسن، بس ده أنا عينيا، عينيا مش عارف أشوف من الزبيبة، واتقوا الله أكبر عليك. هما كلمتين وردي غطاهم، هقولهم لك في ودنك، ممكن تقترب؟ أريد. تعال، تعال. انتظر لحظة. لحظة واحدة. أبويا! لا تسلمني إلى أهل قريش، إنهم أشرار، ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك، تعال أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على اساس ان انا اقول لهم ان انا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هات الخاتم. تفضل. تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد، اثنين، ثلاثة، اجري، جري. تفضل. يلا. تفضل. يلا. تفضل. انت لسه هنا؟ اجري. انا اجري. سأذهب ولن اعود الى يا مرض أخرى. المياتر والعطشان وطفي نار الجرداء. قعدك ضاعت يا عنترة، نظرة وعزة ومقدرة. يا عنتر يا بنت الوادي، يا عز وعز بلادي. يا عنتر يا بنت الوادي، يا عز وعز بلادي. يا عنتر يا بنت الوادي، يا عز وعز بلادي. يا عنتر يا بنت الوادي، يا عز وعز بلادي. ما في غيرك كايتهم بالفرسية وكايتهم، يوم الحرب وسيدهم لما يحاربوا الأعادي. يا عنتر يا بنت الوادي، يا عزي وعز بلادي. يا عنتر يا بنت الوادي، يا عزي وعز بلادي. اسمك سايد غرب وشرق، مال الدنيا رعد وبرق. يا عنتر يا عنتر، داعي أهلك فوق الكل ومورد أعداك الذل. يا عنتر يا عنتر يا عنتر يا عنتر. ما أجمل الفحش والفجر. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر. إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله، الصدر صدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. إيه عمو الله، كانت فين القبيلة دي كلها لما حدفتونا عند الأشرم هناك؟ ككبش في ده يعني إيه؟ فاكرني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون.
يا عم موجود ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي موجود. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته. مرحه مرحه الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، طبا لك، خيتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. ايه عمو الله، كانت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند الاشرم هناك؟ ككبش في ده يعني ايه، فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسه المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته؟ مرحة مرحة الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، طبا لك، خيتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم. أيوة. الذي انتصر عليه الليمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا الليمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوه الله. مرحى 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 بيك أبو منة. أبو منة على دماغي. ربنا يخليك أبو منة حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك إن شاء الله. بص بقى، مخدرات ومية هتبقى نازلة يعني عشان كفار كفار يعني منها على جهنم. إيه يا عمو؟ ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك، ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى. يا قوم. ايوه يا قوم. ما هو هم قاعدين، ما تخلص. الليمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم الليمبي بن باني مهروس. عمو لا لا بقى، قول لي بقى كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. القارئ يا عمو؟ هو كل شويه الراجل ده طالع طالع طالع، ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع. ايوه. انني ساحتضر يوم زفاف ابنة أخي هند، وعليك أن تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني طب أنا يعني عايز أتجوزها بعمل إيه؟ يا قوم. أوه. سأخدمك سأخدمك. هتخدمني إيه بس؟ سأخدمك. يا قوم، لقد طلب مني الليمبي الآن. أيوة. يد هند ابنة أخي، ولكنني لم أرد عليه وسأسأل هند. يا عم لن أرد عليك إيه؟ وأنا بكلمك في النبيض، سيبني أنا أزيع هذه الفكرة. يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند وسنتزوجك. سنتزوجك وصد صد صلي النبي صلي صلي ما يصلي صلي ابو رمادي صلي وامو الهدية صلي عالقدر 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 فرخة بعدت عالقدر اديك قاطرها عالقدر شيلينين 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 وقع مني شيلينين الحتة دي هي شيلينين دوروا معايا بنتك حلوة
إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون، صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. هن امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك. نعم. اسمها بخ. بخن ابن عمها عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عمها ايه ده؟ يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع هن أننا سنتنازنع ونخرج سويا. أحق ما يقوله اللمبي يا هند؟ نعم يا عمه، لقد دعاني للخروج. شايفة رأيت المياعة في الكلام؟ والله يا عمه سأخذ هنودة ونتنازنع قليلا بالخارج. أيوة تش شباب بقى، وانت عارف بقى وحركات بقى، والشيطان شاطر وانت سيدي الكفريد معارف. حسن حسن حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحيكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا نتأخر، لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في سكر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكراً. قل لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عندك. هل تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده؟ ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عندنا البعض احنا الاثنين، بس انت مش مفصل، مش انا منفصل بقي. لا افهمك، ولكني سعيده بكلامك. اليس ما تقول هذا كلام؟ كلام من عندكم. كنت بكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظه، تتتاوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي. نعم. أيوه. أغثني بالله علي. يا أخي بطلوا بقى. ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا يا لمبي. إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشاكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بنا لا تفعل ذلك. واخدة بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي أخده كده على كورنيشه. لمبي. ثقيل عم عبده، كان نفسي اخدك بقى على المقطم كده وافرجك الميعادي. ها واخدك على الدائره اللي اتسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطه الطريق. المحافظ بتاع قبيله قريش عندكم فشل. اغفرلك. لا انا مش نبي ولا اله. يا حرامي. سؤاقه حرام، ده سر الشعرية بتاعتي. هي لمبي، اكمل حديثك، احب اسمعك تتكلم. ايوه. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا عايز اتكلم معاكي في المستفيد. ماشي؟ عشان يبقى خير في سلامة. وقولي لي ايه بقى؟
قديدي ايه بقى؟ ماذا؟ سلام في خير وقديدي خير بسلامة. حسنا فهمت، كلما تقول شيئا يجب ان ارد عليك بنفس الوزن والقافية. كلام شنير، كلام شنير، يعني خير في سلامة؟ وسلامة في خير. حلو، ودلوقتي بقى انا رحت لعمو عمو هريتا واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق، بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ طب انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه طرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعملي ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من أيدي زيدون اللئيم وأنقذتني من أن أكون له أما ونجوت من الأشرم وعدت لنا سليم. أيوة أنت هتتجوزين أنا هتتجوز الأشرم. بالطبع يا لمبي. أيوة. أو كيف أرفض، أو كيف أرفض يا ابن الكرام الطيبين، أو كيف أرفض يا ابن الحسن المحسنين، أو كيف أرفض 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 أه. يا بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي؟ والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عايز ايه؟ عايز اعرف النظام عندكم ايه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا، ها؟ يبقى انا عارف ايه اللي ليا واللي عليكم، خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وانا سأعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين ولا انتوا هتجيبوا المدافن؟ لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترمي؟ طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره الشط. طب انا مالي انا؟ لمبي لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضلي يا ست كندي يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تتكلكلكي، لا تتكلكلكي، لانني قد اعطيت عموكي 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز، ها؟ يبقى طبيعي، او بومبا، ها؟ تكون في اذن صرف قلب الخيمه كده يعني الدخله. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارف الدخلة؟ نعم أعرف. روح كنت بتزهق مع شباب كوريج وكده. كل ما أعرفه أيوة أن الزوج والزوجة أيوة يجلسوا وحدهم داخل الخيمة أيوة ويجب عليهم إحضار طفل. عارف الطفل بيجي إزاي؟ لا أعرف. أنا عارف، أنا أعرف الطفل بيجي إزاي. ولكني سمعت من بعض النسوة أن الزوج والزوجة يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة. أيوة. ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده، الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني أيوة وأنجب طفلنا. تنجبي الطفل ازاي؟ تنتفخ فيها بطني وانجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت تنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسة قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم الزعرب، طعام زعرب ينفخ واجيب عيل؟ نعم عمي هريسة امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجيني لمبي الزعرب. انت مكسوفة من ايه؟ ده احنا بنتكلم بشوية خضار. طب بص بقى، انت مش عندك هريسة جه من زعرب واحد؟ ها؟ امك جابته من زعرب واحد، انا عاجلك في بيت الدخلة معايا الزعربين. لمبي ايه يا بنت؟ ده انت طلعتي انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انظري 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 الى الكرم. نو نو بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم انه معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بايدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنان
وبلح، وانا ذبابة للأصنام وانا بحب البلح. يا لمبيو يا ولدي، انت الان من البيت. أيضا. ولا يجب ان تحضر اشياء معك. فانت مقبل على زواج، والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنودة. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عمو انت لسه هتسأل؟ ما انت خلاص شفت الدبانة اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهة. الهة؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة بخمسة جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي الخمسة جنيه؟ عبارة عن درانا واحد. الدران هنا بخمسة وعشرين جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر. بلى بلى، ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوة. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوة. ولكني أعدك. أيوة. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ فنبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة. طب حلو ده. المهم انت في النهاية انت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزني؟ لقد كنت أضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، طب سمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. بقول لك ايه، فهنا ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخله. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش كده. ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليله الدخله. ارقصي له يا هند. انتوا كده كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه. البنات شاردة كده وأي حد. طب هل بما إن الأخلاق عندكم كده، هل تسمح لي أن أقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، أتجرؤ أن تقبلها أمامي؟ عندما أخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر يا نفسك وانت تعرف. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى اوريك الضحيك. تعالى. ونعم التربية يا هند. أنا حسبك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحتاه. صهن يا امرأة، صهن. اللات والعزة لن أترك ثأري أبدا. تظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند حشاشة القلب، وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن
يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن أقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مغوطيهما، أسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريزة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. أيحك يا لمبي، فزت بالكنز أبو عرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منى، على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده، انا شايف وبصاص. يعني نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منى، وساعتها هتتفرج على الدبايح. يا رجال منورين، مرحبا. الله يخليك، الله يخليك. يا حاجة هريسة، ايه لما شفنا نقطة نازلة ولا أي حاجة؟ الفرح الناشب ده. إني أعقد عليك، لكنني أهنئك وأتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك، وأن تموت قبل أن تهنأ بها. من يريد أن أقتلك؟ نعم أريد أن أقتلك، لكن عيني هند تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون، انا مش بص مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام، انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هطول حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحوطه. والان مع نزال السيوف.
احتفالا بعرس الليمبي. ما كنت تخلص الناس دي ده شطنين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه؟ ولا السيوف دي اتعرف في كبدك مصق مصق. قتلة يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي، ويجب ان يكون هناك قتلة. قتلة؟ نعم قتلة، هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده، اقطعي علاقتك بيها. مالها زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا وعشرون امرأة ونعجتان. نعجتان وخمسون عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط. اللي ماتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والواجبات دي، يدوب فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيلة خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيلة الجمال. بخن بخن. مبارك يا لمبي. 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 خلاص يا جدعان، ابو ايه؟ انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو ذهب. يا قوم. يا قوم. بكل افتخار سيدخل ابن الليمبي على ابنتي هند الان. الان فين يا عم انت؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا الليمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج، انا هنفتح مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظه اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض. ها؟ وبقى عريس. اللي بقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. للمأسى. هند عروس؟ بتتسأل ان انت تبقى عروسة؟ انه من صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت اوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس. اوجب وامشي، كنت اخش كده ابص على العريس والعروشة والمعدين في قلب الكوسة. واحد عليهم. كنت اقول امتى انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسة زيهم. بس يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن كده جوه نفسيا يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلمنا منين؟ انا بقول لك انت جوه يعني خرج جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي يعني انت بعبعي. ماذا تريدين ان تبعبعي؟ أجل إحساسي الآن وأمس. أجل هو إحساسي الآن وأمس. يا لمبي. أيوة هو ده الشوق. لقد كنت فتاة بلا قلب بلا مشاعر
بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. آه يا لمبي يا مرة قلبت أمسية دنيا كده ليه يا ست؟ ده انا لو عنتحن عربي مش هسمع الكلام اللغه العربيه ده كله. انا اريد ان انا اتزوجك، العب معاك عريس وعروسه. اه فهمتك. ولكن هناك شروط. انا فاهم دي. كله بيحب قوي دي النور والمشاعل دي. النور ما مطفي. النور اتقصد المشعل اليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ آه المشعل، أقصد المشعل، وبعد مشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابه أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة. يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام أنت اللي منحس الليلة. أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ أبكي لأن لو كانت أمي معي في هذا اليوم. أمي كمان معنا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة إلا البيض. تبيض يعني إيه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. أيوة. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. أنا أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. عيطة عيطة. وأمها. أيوة عيطة كده ويسمعوا إن في راجل جوه. أي حاجة مداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بت اهدي يا بت اهدي اهدي. أنا هقول لك على حاجة بس يا بت. يجب إن أنت تهبي عليا. وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل. طب انتم مهباب وانا ابو هباب. خايف في سلامه. انا عندي ام سلامه كده يمشي بقى. واه يا ده انا عارف انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي هو ده اللي هقضي الليله معاه. يا حبيبي الآن أغمض عينيك يا لمبي. أه تعال. أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن أيوه. افتح عيني أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول. وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلى بلى أقدم لك هريسة صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة. أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي
يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو، ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت مثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم، ده ايه ده كبير فيه مجده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في اي بلاعه رد. وما هي البلاعه؟ هي عباره عن مجاري متدفقه من نهر النيل. اجل فهمت، مزراب من الحجاره مملوء بالطين اللبني. ايوه. يا لمبي، ايوه، اذا كانت تلك الالهه حقيقيه فنحن نعبدها، اما ان كانت غير حقيقيه فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي يا ويحي، لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتو. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليه يروح يضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب يا احذر احذر، ألم أحذرك؟ يا عم تحذر ايه يا عم؟ ده انا بلعب معاك، ده زي عم زي الفيلم بتاع فخر الاسلام بتاع حنز. انت ما تعرفش. بالرغم انا مش هاجي غير على الكبير الاحبل اللي فيهم ده. احذر يا عم. احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. انني اتبرع منه. ومن آلهتنا. لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو قوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. إيه يا جدعان، في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في إيه يا عم؟ مالكوا يا الكفار الملاذيع؟ إنه يسبنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم إيدك. عمو الشاهد. طيب الشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد أشهد الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. جدي، أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي حنفي، فيش كلمة خالص يعني. حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده وقعد افركض نفسك. مستخيفة انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة. بعض ماشي. بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا، مبسوط يا عمو؟ يا قوم هريسة ابن عبد المهروس ينفث أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم،
لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونقتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني، عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة، هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال، هيا إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركهم لا نعرف مكانك. إلا عم. ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي. لا عما قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المنة في المفرق الأخير. حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده، حسسني أن أنت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركهم لا نعرف مكانك. أنت بقى أريد مية. هاتي كوباية مية. سأحضر القربة. أنت هتسقي جنة البعوض الكوباية. وما هي الكوباية؟ لا عم أنت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات. ده أنت مسافر دلوقتي هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكنز. أريده. إيه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء وإحنا قاعدين قاعدة تشتغل. أريده. أيوه. أريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى؟ خليني أخلص بقى. عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 عمو. مش بنت العلامة خلاص الكنز.
العدامة. سكت سكت الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا الندى. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا هيا. يلا الندى هيا. السيد زيتون، هل فارق هريسة الحياة حقا؟ لا مكان وفاشا، إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أشر، إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانب الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع. لقد اعترف بحقكم وكان عندكم ذهب وألماس ويقوت ومدخول. خش خش جوه. هيا يلا نوفين دي بعد وقتي. ديانا ديانا اقرب اقرب. لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. طباً طباً. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبراً في المدينة حتى تعثروا عليه. أخرقوا، دمروا، خربوا. لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال، وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون، أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن الليمبي. هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب عجيب. وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذئب، إنه أقذركم وساخة. إنه رجل أبلة وهكذا زوجته. هيا بنا هيا بنا نبحث. هيا رجال. أعجبتني. ما يعجبني فيك دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي، نحن في المطاردة. اجري. حلمي. ماذا نفعل الآن لمبي؟ أقول لك على حاجة، الصنم ده هو اللي جاب لنا النحل والعرش. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي 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 تخبي. أنا أشك في هذا الباب. هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي. المفتاح يا لمبي. المفتاح. أي مفتاح؟ المفتاح. المفتاح ده هو. لا تزعلي مني يا هند، لا خبط أمك يا زيتون. أوه
جبل الغدار كده ليه؟ وايه الليل اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعا يا سيدي، انت مساعا. سلام عليك، انت عم مساعا. انت مساعا يا سيدي. مساء مع السلامة عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. حنيني، احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة تعمل غير. بقول لك والنبي، احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوتانيا، شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد في المريوتانيا، يا اما في نصر الدين يا اما في ظبط اللبن، صح ولا ايه؟ انا مستعد منك حاجه، مستعد منك حاجه. ايه انت يا ابني؟ هنا انت بتكلمني انا؟ انت افندم يا بسياحكو. ايه؟ افندم يا بسياحكو انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقول لك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر العين، امشي على طول هتاخد القصر بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه، ما انا بقول لك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ انت من حمار. انا على ابن حمار؟ يا جدع ما بلاش اللي تعرف. انت من حمار. يا جدع انت من حمار وستين حمار والله حداد بايدي في زرك هطلعلك ولا اشيلك بره. ايه يا عم الحاج؟ انا بقول لك اروح السيده زينب ازاي؟ ما انا بقول لك يا جدع من حمار يا تاخد. يا جدع اجري بقى، بلاش غير هو بقى. تروح يا عم. انت بتقول علمك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، اروح ازاي؟ خدي معاك على طول. يا اخي انا على ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احنا حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محروق في الدنيا. محروق في الدنيا دي كلها. يا يعني ربنا شايفك بقى، انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم يا باشا. حبيبي شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي بهرست ويا اسد ويا ايه، مش فاهم انا انت ايه؟ ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرست ويا اسد. يا راجل اجري من تحت. سلام طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، قعدت من جنبي وبيجري.